السلام عليكم. ده ظريفة جدا، والميزة انها مجانية. لما بنيجي نشتغل على الموديل بتاعنا بنشتغل على ورك ان بروجريس، ولما نخلص بنحطه على الشيرت او الببلش، فهو بيبدأ يظبط لي القصة دي عن طريق اكتر من حاجة. ان هو مثلا ممكن الورك سيت يبدأ يغير اسمها او يغير في الشير موديل بحيث يبقى اسمه مختلف، تمام؟ بدأ كلمة ورك يغيرها في شير زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. الباص اللي انت هتسافيه فيه فتبقى حاجة ثابتة. الورك سيت ممكن تغير فيها النفس وركس، تعمل اعدادات للتصدير بحيث ان هو برضه يصدر للنفس وركس وهو بيسيف. كل حاجه بيحطها على الورك سيت بتاعتها، الليفل اند جريد هيعمل لها حاجه خاصه بيها، الريفرنس بلان، الفيزابيلتي سكوب، يبدا يعمل لها ورك سيت خاصه بيها. تعال نشوف الفيديو سريعا. دي الورك سيت اهيت، فهو يبدأ بقى ايه الفايل نيم، ممكن يزود اسم قبليه او اسم بعديه، المكان اللي هيسافر فيه. دي الورك سيت ليفل اند جريد هيبدأ يغيرها. الاعداد التصدير للنفس وركس، دي بقى حاجات خاصة بإن أنت تلغي الشيتات معينة أو فيوات معينة أو اسكادولات معينة. في اختيار كلين موديل فروم ان يوزد اليمنت، العناصر اللي مش مستخدمة يبدأ يعمل لها بيرش، حاسس إن ده مش الموديل اللي احنا شغالين عليه. لا، ده يعتبر ايه نموذج تبعته للناس او كده. وطبعا لازم يبقى فيه أركايف موديل كل فترة. فأداة ظريفة وميزتها إنها مجانية.